معلومة طقسية. طقس صلوات اليوم كيهكي، صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة التاسعة. الصوم يجوز فيه الصوم الانقطاعي ويؤكل فيه سمك. الألحان جي اف ميفي وتيشوري، ويقال لأنك أتيت وخلصتنا، بالإضافة إلى ألحان شهر كيهك. القراءات تقرأ فصول اليوم من القطمارس السنوي. القسمة تقال قسمة صوم الميلاد. الأشية الموسمية الزروع والعشب. التوزيع المزمور 150 والمدائح بالطريقة الكيهكي. ختام الصلوات المولود من الآب قبل كل الدهور بميسي إيفول خينفيوت خاجو أو إني أو أون تيرو. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم 22 من شهر كيهك المبارك، أحسن الرب انقضاءه وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا أبائي وإخوتي، آمين. في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار رئيس الملائكة الجليل غابرييل المبشر، وتكريس كنيسته في مدينة قيصرية بفلسطين، وظهور العجائب بها. وهو الملاك الذي أرسله الله ليبشر زكريا الكاهن بميلاد يوحنا المعمدان، كما أرسله ليبشر القديسة العذراء مريم بحلول كلمة الله فيها لخلاص العالم. ولذلك لقبته الكنيسة ملاك البشارة، وهو أحد رؤساء الملائكة السبعة الواقفين أمام الله يتشفعون كل حين في جنس البشر. فلنعيد له عيدا روحانيا، متوسلين إليه أن يشفع فينا أمام الله، لينعم لنا بغفران خطايانا شفاعته المقدسة، فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا من سنة 20 للشهداء 304 ميلادية استشهد القديس باخوم وضالو شام أخته، وجسداهما موجودان بجوار جسد خالهما الأنبا بسادة الأسقف الشهيد بديره على بعد 25 كيلومترا جنوب أخميم. بركة صلواتهما فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا من سنة 332 للشهداء 616 ميلادية تنيح الأب القديس أناستاسيوس السادس والثلاثون من بطاركة الكرازة المرقسية. تعلم في مدرسة الإسكندرية ورسم قصا، ازداد المؤمنون تقديرا له فأكرموه وأحبوه بصدق، وكانت هذه المزايا خير تزكية لاختياره بطريركا بعد نياحة البابا ديميانوس. بعد رسامته اهتم بالكنيسة اهتماما كبيرا، وبتعليم رعيته بنفسه وبكتبه، وقد أقام على الكرسي البطريركي 12 سنة، كتب خلالها 12 كتابا رتبها على الحروف الأبجدية القبطية. ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام، بركة صلواتي فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا، أعترف لك يا رب من كل قلبي
لأنك استمعت كل كلمات فمي أمام الملائكة أرتل لك وأسجد قدام هيكلك المقدس. هللويا. الإنجيل المقدس فصل من إنجيل معلمنا مرلوق البشير بركاته على جميعنا. وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من قبل الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال لها سلام لك أيتها الممتلية نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من الكلام وفكرت ما عسى أن يكون هذا السلام. فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وها أنت ستحبلين وتلدين ابنان وتدعين اسمه يسوع وهذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبي ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه انقضاء. فقالت مريم للملاك كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا المولود منك قدوس ويدعى ابن الله وهو ذا إليصابات نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها. وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقران لأنه ليس شيء غير ممكن عند الله. فقالت مريم للملاك هو ذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. فانصرف عنها الملاك. والمجد لله
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان وللابد امين. قراءات هذا اليوم ايها الاحباء قراءات يوم 22 كيهك. هذه القراءات كلها مرتبطه بتذكار الملاك غبريال. الملاك غبريال الكنيسه تعيد له بعيدين اثناء السنه. القراءات كلها نجدها مرتبطة بعمل الملائكة. طالما في تذكار للملاك يبقى هيبقى كل القراءات مرتبطة بعمل الملائكة وخدمته. مزمور عشية يشير هذا المزمور إلى حراسة الملائكة للمؤمنين ويمجد ربنا على كده ويهيب بالمؤمنين هم يتكلوا عليه، فيقول يعسكر ملاك الرب حول خائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبة للإنسان المتكل عليه. إنجيل عشية يتكلم عن متى 16، يتكلم عن مجيء المخلص للدينونة ومعه ملائكته، ودليل كده يقول فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. مزمور باكر بيشير هذا المزمور إلى سجود الملائكة فيقول اسجدوا له يا جميع ملائكته. لو جينا على الرسائل هنجد ان الرسائل ايضا تمشي في نفس الخط. في البولس في عبرانيين 2 يتكلم عن مركز الملائكة في الخلاص، فيبين بولس الرسول ان ربنا لم يخضع العالم للملائكة بل اخضع العالم للمسيح. فيقول ايه؟ فان لملائكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه، ولكن أخضع العالم للسيد المسيح الذي وضع قليلا. يقول عن الملائكة لأنه يقول كده ما هو الإنسان حتى تذكره وابن الإنسان حتى تفتقده، وضعته قليلا عن الملائكة. لكن إيه بقى؟ بمجد وكرامة كللته وأقمته على عمل يديك. بيبين أنه المسيح ما خدش طبيعة الملائكة عند التجسد بل خد طبيعة البشر، لأنه حقا ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم. يبقى ده كل ما قيل في البولس. في الكاثوليكون في رسالة بطرس الأولى ده بيشير إلى الخلاص اللي في المسيح يسوع، فيقول إيه؟ الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء. وبعد كده يقول إيه بقى؟ إن الملائكة تشتهي أن تتطلع إليه. في الإبراكسيس في أعمال 10 يبين إن الملائكة أرواح مرسلة للخدمة، ويقول إيه؟ يقول عن كيرنينيوس اللي الملاك أرشاده ليه رؤية بطرس، يقول فرأى ظاهرا في رؤية نحو الساعة 9 من النهار ملاكا من الله داخلا إليه. يا ربنا بيستخدم الملائكة علشان يرشد ولاده إلى الخلاص. كيرنينيوس كان أممي كانش يعرف حاجة عن المسيح، الملاك ظهر لي وعرفه إزاي يتقابل مع سمعان بطرس. فمزمور القداس بيبين لنا مزمور 138 يقول يتكلم عن تصديق الست العذراء لبشارة الملاك، فيقول أعترف لك يا رب من كل قلبي لأنك سمعت كل كلمات فمي، أمام الملائكة أرتل لك وأسجد أمام هيكلك المقدس. أما الإنجيل، إنجيل النهاردة لقى 1 لقى 1 من 26 ل 38، لأن إحنا أثناء فصل كيهك بناخد فصول أو أجزاء من لقى 1. لقى 1 النهاردة من 26 ل 38 ده بيتكلم عن بشارة الملاك للسيدة العذراء بولادة يسوع المسيح، فيقول سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. الحقيقة التحية دي التحية ما كانتش تحية عادية، لأن تحية تحمل معنى الفرح. الفرح اللي بنتكلم عنه ده بولادة المخلص، الفرح ده نزع الحكم الصادر من الله ضد المرأة،
باعتبار إن حواء هي كانت سبب الوقوع الأول وسبب ترك الإنسان للفردوس. لما سمعت غواية حواء الحية وأكلت من الشجرة وخدت وأكلت جوزها، علشان كده سقوط البشرية كان أساساً بسبب حواء. لكن ربنا شوفوا يعني بمراحمه الكبيرة، نفس سبب السقوط يبقى هو نفسه سبب الخلاص، إنه يستخدم السيدة العذراء لكي ما تتمم الخلاص. السلام هبة من الله بينفرد بها أولاد الله عن باقي العالم. المسيح قال سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. والسلام لا يتمتع به الأشرار، ليس سلام قال إلهي للأشرار، عشان كده كانت التحية من الملاك بالسلام. أيتها الممتلئة نعمة. السؤال هنا لينا كلنا، متى يتم الامتلاء من نعمة ربنا؟ والإجابة حينما نفرغ القلب من العالم. لو شلنا العالم من قلبنا نمتلئ بالنعمة. وممكن حد يسأل يقول إيه المقصود بتفريغ القلب من العالم؟ أقول له إن الإجابة نفرغ قلبنا من محبة المال، بمعنى إنه لا يكون لمحبة المال مكان في قلوبنا، اللي قال عنها كتاب محبة المال أصل لكل الشرور، إذا ابتغاها قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. تفريغ القلب من محبة الشهوات، يقول الكتاب العالم يمضي وشهوته معه، يعني كل ما هو في العالم ده باطل وكل ده سراب. فإذا حد تعلق بشهوة في العالم، الشهوة دي سراب. تفريغ القلب من محبة الخطية، كتاب يقول عن الخطية تركت كثيرين قتلة وكل قتلها أقوياء. الكتاب كمان يقول النهاردة في الفصل الإنجيل فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية، فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لأنك وجدت نعمة عند الله. السؤال ليه الست العذراء اضطربت من رؤية الملاك؟ الإجابة بسيطة. أول حاجة الست العذراء لم يسبق لها أن تلقت تحية من رجل، فالست العذراء موجودة في الهيكل وهي عندها 3 سنين. نمرة 2، لأنها صغيرة في السن ولم ترى ملاكا بنور وبهاء زي ما كان الملاك موجود قدامها. بس تعالوا نتوقف عند كلمة برضو اضطربت. هل في سبب ثالث لاضطراب الست العذراء؟ الحقيقة فيه، السبب هو إن الست العذراء كانت تتميز بالخجل الشديد والحياء الشديد. لكن شوفوا بقى الخجل والحياء الشديد هل كان صفة سلبية في الست العذراء؟ الحقيقة لا. شوفوا الست العذراء كانت شخصية إيجابية جدا في الخدمة وفي معاونة السيد المسيح في قضية الخلاص. على سبيل المثال، الست العذراء استحملت كل الآلام اللي ممكن تقابلها امرأة، زي ما قال لها سمعان الشيخ وأنت يجوز في نفسك سيف. استحملت آلام شديدة جدا. الآلام ديت لو إحنا نقعد نتذكرها كده، كفاية آلام الرحلة من فلسطين لمصر عند هروب العائلة المقدسة، كفاية الآلام اللي واجهتها الرحلة جوه مصر وتنقلها من مكان لمكان، رحلة العودة أيضا من مصر لفلسطين. وبعدين بعد كده المسيح لما ابتدى يعلن عن نفسه وخدمته، مقاومة اليهود والكتبة والفريسيين ليه ومحاولتهم قتله في كل وقت، كانت الست العذراء تعيشها يوم بيوم. الست العذراء كانت كمان فعالة في مواقف كبيرة، أبرزها موقفها في عرس قانا الجليل لما فرغ الخمر وأصبح هناك حرك شديد لأهل الفرح، إذ الست العذراء تروح للسيد المسيح وتقول له ليس لهم خمر، وعلى فكرة دي تعني أن ليس لهم فرح.
ورغم أن سيد المسيح قال لها مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد، إلا أنه لشفاعة العذراء قام وأمر يعني الخدم أن هم يملأوا الأجران، وفعلا تحول الماء إلى خمر. فست العذراء رغم أنها تتميز بالحياء الشديد والخجل الشديد، إلا أنها كانت شخصية إيجابية. من الحاجات اللي نتوقف عندها أيضا، كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ السؤال بيحوي معاني كتير. الست العذراء عايزة تقول إن الإنجاب ما يجيش إلا بوجود رجل وإمرأة، والملاك بيقول لها أنك ستحبلين، فكيف تحبل وهي لا تعرف رجل؟ اتنين، هي عايزة تقول له أنا ندرت البتولية وأنا لن أتنازل عن البتولية اللي أنا ندرتها، فكيف يحدث هذا الحبل وأنا ندرت البتولية؟ أنا مش هعرف راجل أساسا. فكأنها بتقول للملاك إيه، هل تريد مني أن أتنازل عن بتوليتي؟ فكانت إجابة الملاك ليها إجابة تفسر لها كيف سيحدث هذا. قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. إذن الست العذراء ما كانتش بتشك في كلام الملاك زي ما كثيرين بيروجوا ويقولوا الست العذراء كانت شكة، وهي مثلها مثل زكريا الكاهن اللي شك في كلام الملاك وربنا عاقبه بالصمت. لا، الست العذراء ما كانتش بتقول انها مش مصدقه، لكن الست العذراء كانت بتسال ازاي، كيف يحدث هذا، انا عايزه اعرف الطريقه. انا ندرت البتوليه والملاك بيقول لي انك ستحبلين وتلدين، طب ازاي واحده ندرت البتوليه ومش عايزه تتنازل عنها، وازاي هتنجب؟ فكانت ديت السؤال اللي كانت الست العذراء بتسأله. الست العذراء في قبولها لبشارة الملاك بولادة السيد المسيح، هذه البشارة المفرحة، البشارة ديت اللي بوسطتها المسيح اتولد من الست العذراء وبعد كده تمم الخلاص من خلال الصليب ومن خلال عمله الفدائي، كان سبب فرح لينا كلنا. علشان كده إذا كان الملاك بيقول لها سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، فالسلام ده انتقل من الست العذراء لينا كلنا بواسطة فعل الخلاص. ربنا يدينا فرح التجسد وفرح الخلاص لإلهنا كل مجد وكرام الآن والأبد آمين.